مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أعزائنا في آخر حلقات ديوان المظالم. هذه الحلقة التي أردناها أن تكون استثنائية نزولا عند رغبتكم مشاهدينا الأوفياء. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر. تلك خلاصة الحكاية، فصبره كان أكبر بكثير من وجع حياته، ومن هنا كان الدواء. رشيد تمرزيست، به ابتدأنا رحلة البحث عن الإنسان، وبه نختتم الديوان. ودعناه آخر مرة في 21 من جنف المنقذي بمستشفى الرابطة على أمل لقائه مجددا، وهو في حال أفضل. فهل من جديد؟ أخبرتكم مسبقا أنهما بغير الألم تصنع الحياة، وحكاية العم رشيد مع الألم والأمل تماما كحكاية بن دادا دادي خير دليل على ذلك. إليكم التفاصيل. إن شاء الله قدر وفعل، وجمعتني قدرة ربي بخونا رشيد بن تمرزيست في سجن حربوب لمدة سنة كاملة. كان إنسان ملتزم بديني، اللي نعرف عليه حركين أنه ما كانش منتمي. جريمته الوحيدة أنه شارك مع كل الناس في لقاءات لتلقي بعض دروس دينية. فأن تتهم بشيء ما، ما عندكش خيار آخر غير أنك تعترف بما نسب إليك حقا كان أو باطلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خلال التحقيق معه تعرض العملية توصل درجة الاغتصاب أو ما شابه، حالته صحية. عملت الدهور من اللي خرج من السجن. توفت أمه وهو في السجن، طلقت منه زوجته وهو في السجن، خرج من السجن توفى أبوه. كان مجبر أنه يمشي على يديه الثقيل للمركز. ثوري إنسان عاش 17 عام في تواليت. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. باش يسكن فيها التواليت هذه البلاصه اللي هنا كان يربي الطريف، هاي كان يتمد في وسطها، هذيك ثم هوني التواليت اللي سريه نتاع التواليت، وهذاك ثم كان حاط معون وكسرون وبيدز وما هو وحليب ومش عارف ايش الى اخره. حطهم سب ش خير من فرحة. هي نجمش واحد يوسف مش يتعالج ويوسف يوقف على ساقيه. نشوف واش عنده توا،
فهمتني ما عندناش تقرير من طبيب تو مازال كي جاي شنو حالته بالضبط، تو مش نشخصوا حالته بالضبط بالضبط شنو يستحق طبيا وشنو يستحق من ناحيه كيفاش نقولوا ريدوكاسيون فهمتني. العلاج طبيعي كعلاج طبيعي تشوفوا اللي معناتها عنده مشاكل متاع حروق ويده معناتها السي فيكسي هكا، تو احنا مش نتصلوا بزملائنا احنا يتعدى بحدنا واحنا معناتها مش نكونوا كيف ان شاء الله مجموعه من جميع الاختصاصات اللي في سبيطار الرابطه، كل واحد في اختصاصه ويشوف كيفاش يعاون. المستشفى لكن لا يجيت نتعالج على الكائن. تفرجنا في قناة القلم يدور هكا ولا وكاو شفناه في التلفزة مشى جاء والسلام عليكم من وقتها ما نعرف عليه شيء. بالنسبة للخونا رشيد تمرزيست معناها سبق لي معرفته في السجن وسبق لي معرفته أيضا معناها بحكم أنه هو تحاكم في القضية متاعي ومعناها وبتنا مع بعضنا في مدة تقريبا 3 أشهر يعني نعرف حالته كيف كان عم رشيد وكيف أصبح معنا على الحالة هذه. فعلا أنا تو معناها حبيت معناها متشوف برشا معناها باش نشوف شنية مدى الاهتمام اللي حظى به سواء من عند سلطة معناها متمثلة في وزارة الصحة اللي عناه عم رشيد معناها حد ربي يفرج عليه وربي يخف عليه ونحمد ربي اللي جاتنا هالثورة باش بان الحق وتونس إن شاء الله ربي يكتب لها الحق ويكتب لها الخير ويبعدوا علينا العصابة المفسدين هذوما اللي ماهمش حابين خيرين ما يحبوش الخير لبلادنا وللناس كل عام كل شيء. نتمنوا له الشفاء وإن شاء الله تتنحى المظالم اللي كانت مسلطة على الشعب التونسي والثورة هذه إن شاء الله تنحينا المصيبة اللي كان يقلد فيها الشعب التونسي. وين وصلت الحالة الصحية متاعه الوقت الحاضر وين وصلت ومن وقتها ما وروهش وما جابوهش في لا في الإذاعة لا في الأخبار لا في حتى شيء ما جابوه. علاش الشيء هذا ما نوصلوش في العلاج وين وصل العلاج متاعه وين وصلت الحالة الصحية متاعه شنو هو لاميليوراسيون بعد العلاج وكيفاش؟ كانت حلقة مؤثرة ياسر، معناتها شفنا حلقة متاعه وتأثرنا وماذا بينا نعرفوا الحالة بتاع وين وصلت توا المتابعة، هل تمت متابعة الملف متاعه وحالته الصحية إلى أين وصلت؟ هل أنه فعلا ثم متابعة دورية لحالته؟ هل أنه ثم إحاطة نفسية فعلا؟ لأنه المسألة ما هيش متعلقة بالجانب العضوي الجسدي فقط، معناها إنما هو في حاجة إلى إحاطة اجتماعية، إحاطة نفسية، معناها هل أنه وين بالضبط؟ أنا حبينا تسألونا تشوفونا المسؤولين معناها وين بالضبط وين وصلت المسألة؟ رشيد تمرزيست، شكون منا ما يتفكرش الاسم هذايا؟ شكون منا ما تأثرش وقت اللي سمع حكايته؟ العديد من المشاهدين تفاعلوا مع الحلقات اللي تم بثها سابقا في برنامج ديوان المظالم على عم رشيد تمرزيست وقعدوا يسألوا فينا على مستجداته وعلى تطورات وضعه الصحي. واستجابة لرغبتكم مشاهدينا الكرام، فريق ديوان المظالم حتى الرحال اليوم في جزيرة الأحلام جربة باش ينقل لكم مستجدات عم رشيد، وإحنا تو بالتحديد أمام منزل عم رشيد. فضلوا معنا.
السلام عليكم. لاباس؟ نجي لكم على غفله اليوم. لاباس عليكم؟ والله الحمد لله. لاباس اختي وسيله شنو قاعده تعمل شيء؟ لاباس الحمد لله. يعيشك. الحمد لله. احنا اليوم جيناكم حابين نعرفوا شنو جديد عم رشيد، وين وصل من اللي خلينا في مستشفى الرابطه. نتمنوا عليه ونطمنوا عليه الساده المشاهدين كل خاطر الناس كل تسال عليه. ان شاء الله تفضل تفضل الله يبارك لكم. يعيشك. والله هون خير شويه ابرك. اختي وسيله موجوده؟ موجوده. سيله ارجوك الضيافه. السلام عليكم. شنو احوالك؟ شنو احوالك؟ شنو احوال عم رشيد؟ شنو احوال البنات؟ الحمد لله. جينا باش نتمنوا على عم رشيد وعلى صحته، شنو جديد اللي يطلع عليك بخير؟ يعيش كل نوع جدوة تبقى يعيش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لباس عرفنا ولا شكون هذه؟ عرفنا ولا ملك. احنا جينا نسأل على أحوالك اليوم. شنو احوالك؟ لاباس؟ وقتاش روحت من الرابطه؟ اكثر من شهر برشا. قريب شهر برشا من مارس. حنا في جوان. طب اش عملوا غادي في الرابطه؟ اش عملوا معاك الطبه؟ سرحوا لك عملك عمليه مضبوطه. عملوا له عمليه. سرحوا له الزيته. قال يهزها براسها. اوه ما يهزهاش. ولا تنجم تهزها وتحركها؟ ولو نهزها نحل التلفزه ننزل على الكنزه هذه نهزها هكا نحل التلفزه هذه. وين تحب تمشي انت؟ تونس. تونس؟ تحب تمشي تونس؟ ان شاء الله سعيد باش يداوم في صحيح تونس. ان شاء الله يا عم رشيد ان شاء الله تمشي لتونس وتعاود ترجع لمستشفى الرابطه ويعملوا لك العمليه وتخفى على سقيف من اول جديد. ان شاء الله. ماما ديما تضحك. ان شاء الله يا رب. احنا رايحين اليوم لربي وخرجنا بخويا رشيد نعملوا جوله. هو قلق شويه في الدار وحب يتفرج واختار انه يجي للبحر. علاش هذا هو السؤال المطروح؟ علاش يحب البحر وقت هو صغر وعمره عاشوا في جزيره وجزيره داير بها البحر بكل بساطه؟ لان البحر يمتص كل ما في النفس من شوائب وكل ما فيها من هموم ومن أحزان، ولأن فيها زادة رمزية خاصة يكون رشيد، لأنه ربما شاف لأن المحيط اللي عايش فيه يشبه له برشا. هو حاليا
يحب ربما برشا يخزر الصخر، لأن الصخر مشكل بشر مشكل بحر، كل واحد فيه حاجة خاصة به. إلا أنا في نهاية الأمر خويا رشيد ربما لقى في روحه شبه كبيرة بين الصخر والبشر، إلا أن البشر يحس، ولكن فيه صمود الصخر وفيه صبر الصخر وفيه صلابة الصخر، لأن الصخر قد ما يقاسي من ويلات البحر ما تهزوش الموجة وما تأثرش فيه، ما تأثرش فيه ريح الحياة. ربما أخويا رشيد حب يسترجع شوية ذكريات، حب يستمد من الصخر برشا صبر، هذا ما يمكن باش نعرفوه منه كي نسألوه. أخويا رشيد مرحبا بيك. أشني أحوالك توا؟ لاباس، صبرك شوية. كيفاش تحس في روحك؟ نعم؟ سقيك ما تنجمش توقف عليهم. شنو تتمنى بالضبط يا رشيد؟ شنو طالب على ربي سبحانه أن يسخر لك؟ أنك توقف على سقيك إن شاء الله. نتمنى على ربي أنك توقف على سقيك إن شاء الله بإذن الله. ربي يسمع فيك ويشوفك، ورب يخرجك من ظلمات السجن، يخرجك للبحر وللشط وللشمس وللحرية. أنا تتفكرني ولا لا؟ تتفكر أنك كنت ديما تسأل في على آية قرآنية وشنو تفسيرها، اللي يقول فيها ربي سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. علاش كنت ديما تسأل في على تفسير الآية هذه بالذات؟ عندكش فكرة؟ نعم، أنا خلق الداء وخلق الدواء. بارك الله فيك، ربي خلق الداء وخلق الدواء، يعطيك الصحة. أول نهار مشينا للرابطة وزيتونا ومشيتوا معنا، وصلنا للرابطة فرحوا بنا ودخلونا أعطونا بيت أنا وشرشيد وحدنا، وبدأوا لهيم به شوية طبة عنده رئيس القسم دكتور حمان والطبيب المباشر متاعه سي لملوم، سي منير لملوم، تلهوا به وبدأوا يعملوا له في الفحوصات على الدم وعلى السكر وعلى كل شيء. قعدنا البريود طويلة مدة باهية، قعدنا تقريبا أكثر من شهر وشوية غير في الفحوصات، تصاور وعملوه تصاور. هزونا لسبيطار القصاب باش عملوا له زاد عمل فيزيتا عند دكتورة مختصة في العظام، ورجعنا للرابطة كالعادة وقعدنا نستنوا. احنا عملنا له فحوصات أولية، فحوصات سريرية وفحوصات بيولوجية وحتى بالأشعة، ومعناتها قيمنا الوضعية اللي هو فيه، وضعية الصحية معناها صحته. فما زاد الجانب النفساني مهم ياسر، وكانت فما طبيبة مختصة في الأمراض النفسانية تنقلت خصيصا من رازي وجيت لهنا وفحصته وعملت له الفحوص الأولية وعطاته الأدوية اللازمة، عدلت له شوية دواء لأنه الأدوية اللي كان ياخذ فيها بطبيعة الحال معناها كان لازم تتعدل شوية مش معناها تتبدلت. وحتى على المستوى الاجتماعي معناها شفنا كيفاش حبينا نحيطوه اجتماعيا، لأنه وحده شفنا مع الفاميليا متاعه معناها الإمكانيات بعد ما يخرج من المستشفى كيفاش باش تكون، لأنه حالته كي يدخل المستشفى وبعد باش يخرج
من المفروض باش يكون شو باش يتلهي بيه، لانه مش معناها باش يقعد للابد في المستشفى. معناها ثلاثه وضعيات بالنسبه للحاله الصحيه الطبيه، معناها من ناحيه ميديكال الامراض اللي عنده. كانت عنده بعض المضاعفات من تخلفت له من السنين التالية. مثلا نعطيه اللي كان لقينا عنده هشاشه تاع العظام، اللي بالنسبه لعمره مش ممكن مش يكون بالنسبه لعمره هو ما ينجمش هشاشه العظام تكون عنده هو لاسباب، ولا وجد الاسباب اللي نجم نعالجوها والنجم معناها نتفادوها، ومكناه من الادويه الخاصه بالنسبه لهشاشه العظام اللي هو معناها دواء خاص تمكننا خذيناه من الوزاره واعطيناه معناها لمده 6 أشهر تقريبا عنده هو باش يعالج. بالنسبه لصحته كعام ما لقيناش عنده مرض معناها مزمن يخوف، ولا مثلا مرض سكري ولا غلط الدم ولا امراض بصفه عامه معناها ما لقيناش. هذه الحاجه الوحيده اللي لقينا عنده وتمكننا من معالجتها. بالنسبه لحالته الصحيه على المستوى الجراح، شخصنا معناها شنو عنده وتفاهمنا مع الدكتور سي معلق باش معناها يعالجوا في المستوى هذا، وكان هذا ممكن، لكن كانت تحذيرات قبل ما تمشي فمع المستوى البنج معناها اتصلنا بالطبيب المختص في البنج باش يعطينا الضوء الاخضر باش ينجم يعملوا البنج، وهذا مسار وعملنا معناها ديز اوبجيكتيف، قلنا معناها شنو اللي باش نعمله، ومع بالتفاهم معه بيان سور من بنجم نتكلم، لكن المرافق نتاعو كنا عطيناهم الوضعيات الكل شنو باش يصير وشنو المنتظر منها هي. وبالفعل معناها وفقه ربي وصارت العمليه على مستوى الابد، وتمكننا معناها تمكن من تسريح اليد على الاقل باش ينجم يتنقل، ينجم يستعمل لك الالات الطبيه من بعد باش ينجم يطلق به، لانه يده كانت لاصقه. والحق انا تفاجات معناها بالنتيجه، ما كنتش نستنى اللي باش تكون نتيجه معناها بالصفه هذه. بعد ما عملوا له العمليه على ضبوطه عادينا زاد جميعا من ثمان غادي، حتى شافوا له معناها اللي فيه نتاع العمليه، قو باهي صبا بدات تجيب تلحم واحد. قلت له اذا كان معناها بوسيبل نولوا روح، بدا يقلق زاد كيف بعد، ولا فرحان الساعه فرح ياسر. تصوري معناها بعد العمليه تغيرت حتى النفسيه نتاعه تغيرت، ولكن حب يروح زياده. قال له الدكتور معلق، قال له نخليك تروح، اما بعد ما تبرى تعاود ترجع باش نعمل لك العمليه الاخرى. قال له باهي نمشي حتى جمعه من زمان وبعد نعاود نرجع لك وقت لازم العمليه نرجع. انا فرحان بالعمليه. وروحنا به، روحنا تقريبا معناها من 20 جانفي، احنا مشينا 20 جانفي، روحنا تقريبا 18 مارس. روح رشيد في مارس بعد العمليه في الرابطه، روح بعد ما روح ما تغيرش حاجه كبيره، يوميا كما العاده يقوم الصباح كان منبدل وانا نغسل له ونجيب له فطوره كما العاده. ثم حاجه واحده التلفزه، كان ينادي يجي يحلوا لي التلفزه ولا يهز يده يحل التلفزه، خاطر العمليه جت على الضبوط نتاعو من هنا، ولا يحل الباب. هذه حاجه معناها واحد ارتحنا منها محسوب، عاونتنا. اول ما جات فرهد تفرهد بالقدا خاطر يحل الدرزة واحدة ويحل الباب وكل شيء. هنا المرة الأخرى في الأخر بدي وقتاش باش تهزوني نعاود عملية على إيدي الأخرى، وقتاش نمشي على ساقية، كل مرة هاي هزوني نعمل مساج، هاي هزوني نعمل دورة، ما مش في الأخر بدي يقلق. روحنا من الرابطة على أساس وأنهم قالوا لنا قالوا غادي، قالوا كي يبرى بعد ما يبرى معنا يبرى الجرح كومبليتمون دوشولو والامور واضحه، وقتها تو نعملوا لكم رانديفو باش تعاودوا ترجعوا تعملوا العمليه ثانيه. ولكن الى يومنا هذا ما زال ما تم حتى شيء. قالوا لا يلزم يزيد يطول وما زال. وبون اخر الاخبار وانه الدكتور معلق كلمني يسهل عليه، عنده تو 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام، كلمني يسهل على رشيد على حالته، ولكن قال لي فهمني، قال لي راهو العمليه ماذا بيا نعملها في بيريود تبدا الدنيا بارده، معناها كي تبدا مع سبتمبر حاجه كيما هكا، قال لي وقت اللي تبرد الدنيا نعملوا العمليه.
في البريود اللي احنا غادي حكيت مع سلام لهم قلت له شنو رد القصاب شنو قال لي والله يا راه ما ردوش ولكن تم بوسيبيليتي باش نحاولوا كيفاش نبعثوه للجبل الوسط باش ندخلوه للجبل الوسط في جبل الوسط يعملوا له هما مساج وما لازمه مداوات بالمياه المعدنيه وبعد يعملوا له اذا كان لازم عمليات يعملوا له عمليات على سبيل. ولكن من وقتها مازال ما صار حتى شيء في هالحكايه هذه لا في القصاب ولا في قلت اخر 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 خبر سمعته منهم هو الدكتور معلا وقت اللي كلمني وقال لي راه بونطون نزيد نشوف مع الدكتور رملوم سي سي بوسيبل نبعثوه للسبيطار القصاب باش يدولوا شويه ساقي يعملوا له المساج والواحد باش يسرحوا له شويه ساقي. هذا اخر ما عندي في مرحله ثانيه باش نبرجوا اليد الاخرى والا الاخرين المضاعفات اللي عنده من جراء الحروق والمضاعفات اللي عنده على مستوى الركبه الطرف السفلي هذوكم زاد مهمين بالنسبه لي نحن لانه عنده كسر على مستوى المخروقه اللي ما تعالجش وهذا يزمو جراحه ويزمو آلة معناها يركبوا له بروتيز وهذا ماهيش ممكن باش تتركب معناها نجم نركبها لكن الجدوى نتاعها تكون ضعيفه جدا كي يقعد في الحاله هذيك معناها يزمو توا نحاولوا يا اما باش نسرحوا الركبه نتاعو والا فما العلاج الطبيعي يعني باش يعاوننا باش هو ياخذ معناها نقول معناها بوزيسيون دوبو نجم يقف على ساقه نجم يقف باش من بعد كي نعملوا العمليه هذيك تكون ناجحه 100% انه اذا كان مش باش يستعملها ساق زايد باش نحطوا له معناها البروتيز وهو مش باش يستعملها دونك هذا البرنامج الجاي هذا الكل مرتبط بالعلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي ما كانش ممكن باش نعملوه في الابان بعد العمليه مباشره لانه عنده الجرح أول حاجة مش ممكن لأنه هو مش بشي تعوانا وثاني حاجة حتى في العلاج الطبيعي كان مش نبعثوه مثلا في مركز مختص في جبل الوسط ولا في بلاصة أخرى الأخصائي في العلاج الطبيعي من يجي مش يعملها لأنه العملية مش ما تنجحش يجب صح الجرح هذاك يتلم مع بعضه بالكذا باش من بعد نجم نتقواه هذه دونك هذا كل في المرحلة الثانية دونك استنينا شوية حتى لين تحسنت حالته وستانس بالوضعية الجديدة نتاعو نستناو فيه ما باش يزورنا ولا نتصلوا به باش يجي ونشخصوا الوضعية على المستوى الطبي وزاد سي معلا باش يشخص لنا مدى نجاح العملية على مستوى الجراحة وربما معناها نعملوا أشعة ولا نعملوا تحاليل أخرى باش نشوفوا مدى نجاح العملية هذه باش نبرمجوا له شنو البرنامج الجاي شنو اللي باش نعملوه خاطر لانه برنامجه كبير ياسر كما معناها شفتوه شنو الحاله اللي جا فيها مش ممكن باش نمحيو اثار نتاع 10 سنين ولا 15 سنه في شهر ولا شهرين. بالنسبه قلت لك نفسيته تحسنت معناها قاعده كما هي معناها صبا ماهيش اموره واضحه ماهيش خايف وبالنسبه وزاد احنا عملنا له تو رونديفو هنا هزيناه لطبيب مختص في الامراض العصبيه مو ديما يزمو على خاطر يزمو ديما كونترول باش يعطوه الدواء نتاعو عنده الدواء نتاع عملنا له رونديفو هنا وهزيناه للطبيب وشاف الدواء نتاعو وريد له صلاة لاباس زاد جاه الدكتور بالنجمه عاود طلع عليه تو عنده عامل جاء طلع عليه قبل واللي نعرفه انا اختصاصه هو في الامراض النفسيه جاء طلع لي شاف وقال لي لا سفارة وتحسن به أمور واضحة مش خايبة أمور خير من قبل. إحنا كيف شفناه المرة الأولى كان في عالم آخر رجع إلى العالم بتاعنا عالم معنا تعامل عادي واعي بوضعه وواعي كيفاش كان كيفاش ولا معنا حاجة باهية معنا هذه حاجات معنا مؤشرات اللي تخلينا نقيمه أن المريض تعافى يشعر بوضعه كيفاش كان قبل كيفاش كان معناه كان يشعر بوضعه معناه كان منعزل وغير مندمج في بدأ يشعر بأنه نفسه يحتاج معناه الآن موجود في المجتمع ويعبر عن احتياجاته ورغباته طبعا مازال الوضع مش 100% معناه نمر بوضع شبه انتقالي مع
أما نحن نسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله تعالى. وضعه النفسي تحسن برشا كتشوفه، معناتها قاعد يسترجع في برشا معلومات كانت غايب عليه، كان غايب في غايب برسك في غايبوبة، وقاعد يذكر في برشا حاجات من بعد السجن وأهله، فهمتني؟ قاعد قبل ما تذكرهاش لمتى هذه ولا يذكر فيها، تفكر معناتها الوعي نتاعو الحمد لله تفكر بالكدا. بالنسبة للحياة اليومية معنا احنا كيفاش يتعامل، ولا ينادي يعرف حتى بناتي ولا يعرفهم، ينادي عليهم بالوحدة، كل وحدة واسمها، اللي تدخل الكبيرة يعرف اسمها، الصغيرة يعرف اسمها، أنا وقت ندخل يسمع حس الباب يعرفني اللي دخلت، حتى من الخطوة يعرف اللي أنا دخلت. بعد ما قعد معزدين في سبيطار الرابطة تعلق بها أكثر، هو أكثر حتى مني، ولا يقوم به يرقد به، عزدين حتى تو باش يخرج ولا حاجة ولا يمشي لتركي مدى جاية اليوم، قال عزدين حبة معايا ما نخرج كان معاه، ما يمشيش، يجيبش يزول الولاد يقولوا معزدين، معناه ما يخرج مع حد كان عزدين. لا لحدود هذا الحلم، لا للمستحيل. عزيمة رشيد تمرزيست وإصراره على الوقوف مجددا على قدميه انحنت أمامهما كل الصعاب. فعم رشيد تمرد على اليأس واكتشف سر الشفاء من الداء، بل حوله إلى دواء. تقولون لي كيف للداء أن يصير دواء؟ أقول لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عملت العملية وراحت الجربة تريد كلمك، شنو قلت له؟ بارك الله. إيه، مش شنو طلبت منه؟ مش طلبت منه عملية في أقرب وقت؟ إن شاء الله. وعدك هو وعدك هو بعملية أخرى. طبيب إيه؟ راح لك صوابك. وعدك زادة باش تمشي ل الجبل الوسط. وعدك زادة باش تعمل عملية على ركيبك. تولي توقف على سديك. صحيح ولا؟ ها؟ وعدك، إن شاء الله ربي يسهل إن شاء الله. عارف يروحوا علاش قاد في الملف الصحي. اخر مره كلموا الدكتور قالوا ماذا بيا تعمل لي عمليه في ثلاثة أيام زين، تعمل لي عمليه الاخرى، راني وليت لاباس ونحب نوقف على الساقيه. فرحان برشا يا رشيد. تخيل نفسك توا بحذاك الحكومه كامله، اشنو انت تطلب منهم؟ نوقف على السجيه اولا وقبل كل شيء، نوقف على السجيه. الاصابه الاولى بدات من الساق نتاعو، معناها كسروا له، معناها هشموا له ساقه وما نجمش يقوم، وكان معناها وضعه النفسي والمرض الذي يصب به جعله ان يحرق نفسه، معناها ويعجز حتى على الوقوف. اذا وانت معناها يقف على ساقيه، معناها يحب قره، عندها من الدور الاخر انه يرجع ويثبت نفسه، معناها يرجع ويستقيم، معناها يتوجد. اذا معناها ينجم يتحرك، هذا طبعا معناها حاجه باهيه، انسان ساعي بس يثبت وجوده ويقف، معناها يكفيه ما من السقوط ومن ومعنى ينهض، ينهض ويثبت وجوده، معنى حاجة باهية. إن شاء الله إحنا نعونه، معنى بقدم معنى المحيط يتفاعل معه إيجابيا، معنى إن شاء الله معنى ينجح، لأنه الجانب الداخلي وهو الأهم،
موجود، معناها السعي باش معناها يثبت وجوده، سعي باش يبرى، سعي باش يتواجد، هذا حاجه باهي، معناها باش يكون بالداخل حاجه باهي. الاخر تاتي مكمل، وان شاء الله احنا نكونوا هذا الجزء من المشهد الخارجي الا نعاونوه باش يستقيم على سير جد. عندما يمرض المريض يصنع لنفسه عالم خاص به، عالم بعيد عن العالم تاعنا، ونحن لنرجعه الى العالم تاعنا ندمجه مع الناس، ياخذ يسمع يشوفهم كيفاش يفكروا كيفاش يتكلموا، وهكذا يتفاعل ويرجع الى وضعه الطبيعي. الأمل في ربي كبير برشا، أنه الأخ رشيد يمكن يحقق أمنيته نتاعه، وهو أنه يصبح إنسان سوي يمشي على سقيه. والأمنية هذه البارح كررها وعاودها لعل بحضوركم، وإن شاء الله نتصور أن بهذه الرعاية وهذه الإحاطة اللي جعلته اليوم إنسان اجتماعي بعد ما كان متقوقع على الذات نتاعه، إن شاء الله تكون سبب لي يعني التقدم في العلاج المادي، في العلاج الصحي، وإن شاء الله ربي يعني يأخذ بيده ويد كل مظلوم في هالبلاد. من فضل ربي عم رشيد كما تشوفوا فيه اليوم معنا في القهوة، اللهم صل على النبي، شيخ فرح من الصباح اللي عندنا موعد معاه باش يجي يعمل دورة ويتفرهد مليح كي يخرج للشارع. نحاولوا ديما نخرجوا فيه لبرا اجتماعيا باش يولي القهوه ونمشيوا للبحر وكذا باش تماش ينسجم معناتها ويرجع لحياته العاديه. والحمد لله كما شاهدتوا تو قاعد تحسنت حالته بالقدا، خاصه الامور النفسيه الحمد لله يا ربي. معروف بالقدا في جربه تو، وخاصه بعد ما تعدى على القناه القلم، ولا معروف بالقدا. وعنده هو حبيبته من قبل، معناها من قبل عنده أصحابه ولاد حومته، كل معروف بالقدام بينصير. الحمد لله رب العالمين، وإن كنا وإن صبحنا تو. عم رشيد أو لباس وجاي يشرب معنا في قهوة اليوم، وإن شاء الله ربي يفرج عليه. تو لاحظوا اللي عم رشيد بدأ يندمج، معنا نسبيا بدأ يندمج بشوية بشوية بالإحساس برك، معنا بحكم النطق، معناها مش معنا مازال ما اكتملاش. إن شاء الله ربي يسهل، وإن شاء الله الأطباء وبقدرة ربي إن شاء الله يتعافى واللي خير ويرجعك الإنسان عادي. الحاجة الباهية اللي أصحابه في جهته أولاد حومته اللي يعرفوه زملائه وأصدقائه ديما يزوروه معناه ويحطيه، وهذه لاحظنا فيها نتيجة معناه كبيرة. وين كنا وين أصبحنا تحسن إلى حد ما، فهمتني؟ إن شاء الله خطوة هذه ويمر إلى خطوة أحسن. وضعه يحتاج إلى علاج معناه طويل المدى، إن لم نقل مدى الحياة. هذه الخطر أمراض النفسية العصبية لها جانب عضوي وجانب نفسي. إذا فعندما تواجد النوع هذا معنى يحتاج إلى، باعتبار أن هناك إصابة عضوية يحتاج إلى دواء، والجانب النفسي يحتاج إلى ما شد أزر نفسي ومعالجة نفسية من حين إلى آخر. إذن فوضع على كل معنى إحنا الحالة هذه معناها تحتاج إلى علاج طويل المدى. نجموش نقدر وقداش 15 سنوات، أما طويل المدى المرحلة الجاية باش نستناو باش يجي باش نقيموا الوضعية على المستوى النفساني، على المستوى الطبي باش نشوفوا أثار الأدوية اللي عطيناهم له، خاصة على هشاشة العظام، وهذه حاجة مهمة هشاشة العظام، لأنه حتى بالنسبة للجراح نتاع العظام إذا كان فما هشاشة نتاع عظام صعيب ياسر باش
باش تنجح العمليه 100% دونك لازمنا نقويو العظم باش من بعد نعملوا العمليه دونك هذه المرحله وبيان سور المرحله تاع التسريح تسريحك المؤثر من الاثار والمخلفات نتاع الحروق ومخلفات نتاع كونه ما تحركش بكل فما بيان سور فما امل ديما فما الامل مادام نجحت العمليه الاولى نجم حتى العملية الثانية تنجم تنجح ونبرمجوا له على مدة أشهر ومدة عامين ولا ثلاث سنين مش نجموا نربحوا شنو نجموا نربحوا. فيما يخص الحالة نتاعها نحب معناها الكارنيه نتاعها توا الكارنيه نتاعها تعريفة مخفضة معناها في السبيطارات الكبار ندفعوا 10,000 كيما هزا أو قبل كنا نعدولها في جابس يلزم وقت اللي باش قايده يدفع 10,000 فرنك يلزم 10,000 ماذا بينا الكارنيه الابيض انا شفتوا حالته كيفاش مش متاعها باش يدفع ماذا بيا يتلهو بحالته. قال الاتصال كما هو معلوم باللجنه المحليه للضمان الاجتماعي هنا وقال تمكينه من بطاقه علاج منخفضه التعريفه ولكنها تجبر انه يدفع 10,000 فرنك في كل زيارة للطبيب وهذه ماهيش معقولة تماما خاطر هو غير قادر على العمل اصلا ننتظروا ان يقع تمكينه من بطاقة علاج مجاني. بالنسبة للوضعية عم رشيد بالنسبة للتمتع بالعلاج المجاني كما قلت نحن في وزارة حقوق الإنسان في إطار معناها تقديم الخدمات معناها الضرورية والاستعجالية للمتمتعين بالعفو العام قلنا أنه فما فئة ما تتمتعش بالتغطية الصحية ما عندهاش حتى تغطية صحية لا من منظومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا من منظومة معناها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. هالفئة هذه اللي ما تتمتعش بالتغطية الصحية قلنا أنه قمنا باتفاق وقع إمضاؤه معناها في الأسبوع الفارط في أواخر الأسبوع الفارط مع وزارة الصحة والفئة هذه باش تتمتع بالعلاج المجاني في المؤسسات الصحية العمومية. طبعا الاتفاق هذا وقع أمضاء وباش يقع تفعيله عن قريب. كل شخص اللي هو ما تمتعش بالتغطية الصحية لا من يعني وما عندوش انخراط لا في الضمان معناها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية سيتمتع يعني بهذه البطاقة. طبعا بالنسبة لعم رشيد إذا كان ما عندوش تغطية صحية لا من هذا النوع بإمكانه أنه يعني يتمتع ببطاقة العلاج المجاني هذه. المسألة الثانية هو أنه كل شخص من ضحايا الاستبداد واللي هو وضعيته الصحية محرجة وتتطلب تدخل وعناية فورية بالنسبة لي نحن فما اتفاق على مستوى الحكومة مع وزارة الصحة أنه يقع التكفل بهؤلاء الأشخاص وهذا ما تم فعلا معناها مع عم رشيد وكان تفاعل حيني بعد ما تم عرض معناها الحلقة نتاعه وتم تفاعل حيني مع وزارة الصحة وتم فعلا إيواءه وفي الإطار هذا يعني لكن احنا توجدنا الإطار القانوني اللي هو باش يحاول يتكفل بوضعية عم رشيد وبغيره من الوضعيات اللي هو ما عندهمش تغطية صحية واللي هما في الحقيقة معنا عدد كبير واللي هما عانوا مدة طويلة ومطلوب منا أن اليوم أن نوجدوا لهم إطار قانوني مش لشخص وإنما منظومة كاملة تغطي معناها مجموعة من الأشخاص معناها بما فيهم عم رشيد. هو ما وصلوا حتى شيء الورقة هذه شو اللي بشامل شو منفعته بها يعطوه عفو تشريعي ولا ما يعطوهش عفو تشريعي كيف فرقه انا كم كاهني كنت محبوس صحيح هو كان محبوس كان مناضل كان عانى في الحبس وعدى 20 سنة وهو عندي كبيه هكاك ولكن تو ما وصلوا حتى شيء لا من وزاره حقوق الانسان ولا من الشؤون الاجتماعيه ولا حتى شيء ما وصل. كيف وكيف الوضعيه يعني الاشخاص اللي هم عانوا من الانتهاكات وعانوا من التضييق وعانوا من معناها من المحاصرة في أرزاقهم وفي حياتهم الاجتماعية الحكومة ارتأت أنه تحاول تتخذ في حقهم بعض الإجراءات الاستعجالية
استباقا وقبل ما يفتح ملف العدالة الانتقالية برمته وقبل ما تتولى هيئة الحقيقة والكرامة يعني مباشرة هذه الملفات. طبعا هؤلاء الضحايا لا ينتظرون، فالحكومة قامت بجملة من المبادرات. الحالات الاجتماعية من هؤلاء الضحايا اللي هما ما عندهمش دخل أو دخلهم ضعيف ستسند لهم قريبا، معناها تسبيقات على التعويض، معناها في شكل يعني رأس مال. احنا الآن يعني بصدد تهيئة الإطار القانوني في معناها في مراحله الأخيرة، وسيقع صرف هذه التسبيقات معناها عن قريب، وهذه ستسند كما قلت إلى الأشخاص اللي هما معناها أكثر معناها من ناحية الاجتماعية وضعياتهم أقل من غيرها. والله أنا اللي طالب منهم، أنت ما احنا من طالبين حتى شيء، احنا طالبين هو يعطوا حقوق، ومن أول الحقوق اللي طالبينها هي صحته، هما أنهم كما معناها يحاولوا يعالجوه في أقرب وقت ممكن. صحيح حالته تطول، ولكن تطول وهو راقد في الدار، مش معناها تطول وهو راقد في الدار. تو انا كيقول لي حالته تطول معناها هو يعالجه فيه، هذا ايش معناها نفهمها تطول؟ اما تطول والله حالته راهي تطول وهو عنده 6 شهور راقد في الدار. عاد بالسيف باش تطول، تنجم تطول حتى 10 سنين هكاك وهو راقد في الدار. هذا ايش نفهم انا راهو على قلبه يقول لك لا علميا ويلزم، ما نفهمش علميا. انا نفهم عمك رشيد باش تدوله سقيه، تهزوه للسبيطار نتاع سقيه ندوله سقيه. الطول بان هو في السبيطار ويعالجوا فيه ويقعد عام ويقعد عام ونص مش مشكلة، أما برا روح للدار وقعد في الدار وحكيته الطول ولا تول سنة حتى رنديبو بعد 6 شهور ولا بعد عام ولا وقتاش بشي يبعثوا له رنديبو، ما في بالي ما هو يتعب وإحنا نتعب. نجمو يتصلوا بينا في أي وقت، معناه يجي للمستشفى الرابطة للقسم اللي هو فيه ونبرمجوا مع سي معلّة باش تكون العيادة معاه باش يشخص الوضعية، وإذا كان فما إمكانية باش مباشرة تصير العملية الثانية باش نخليوه في المستشفى ونبرمجوا العملية الثانية، وإذا كان العملية معناها بعد شهر ولا شهرين نحضروه على المستوى البدني ويقع استدعاء بعد شهر ولا شهرين، هذا كل مع تنسيق مع السي معلم الطبيب اللي المختص. وفي الوقت نفسه باش نشوفوا زاد وين وصلت حالته على المستوى جراحة العظام، باش نعاودوا نتصلوا بالدكتور اللي قال لنا ينجم يعملوا العملية على المستوى الاخر، ونشوفوا هل ممكن بعد ما صارت العملية هذيك مش يعاود يشوف الأشعة ويشوفه هو كيفاش صار، ممكن ينجم يبدل راوي ويقدم العملية ممكن. شنو هالشيء؟ كما كنت تشوفوا عم المريض مازال عنده صعوبة في النطق، ولكن في لوني ديما مركز، وهذا حقه، أنه أكبر حاجة يطلبها وأهم حاجة يطلبها على الإطلاق هو أنه يمشي على سبيل. وهذه حاجة إن شاء الله ما تكونش صعيبة ولا عزيزة على شعب أعطى للثورة هذه شهداء وجرحى، أعطاه مناضلين عدات أعمارها في السجون، ومنهم وسيدهم وسيد الشهداء عمرو رشيد، لأن الشهيد الميت هو من مات برصاصة، ولكن الشهيد الحي من يموت برصاصة كل يوم بل في كل لحظة. وعمر رشيد كما تشوفوا فيه كان حي بإيمانه إن شاء الله، وحي بقلبه وحي بذهنه، إلا أنه جسد منه ميت ما شاء الله وقدره وفعل. يطلب بكل بساطة أن حق على المجموعة الوطنية أن
تتكفل به تتكفل بعلاجه. تصاريفك يا زمان جد عجيبة، فيوما نرى فيك عسرا ويوما نرى فيك يسرا، وبين كل خير وخير توجد مسافة اسمها الابتلاء. رشيد تمرزيست مر بتلك التجربة المريرة حيث أراد له جلاده أن ينتهي به المطاف على كرسي متحرك، ظنا منه أنه بذلك استوفى كل حظوظ عم رشيد في الإقبال على الحياة من جديد. فجأة انقلب السحر على الساحر، فأين رشيد تمرزيس وأين هم خصومه الآن؟ شتان بين الثرى والثريا، فصلابة إرادته تمردت على بطشهم وهزمت، وهو اليوم يتمثل للشفاء بفضل الرحمن أولا وبفضل الإحاطة التي حظي بها من ذويه ومن أهل الاختصاص. علمت الآن أيها الجلاد بأن الله يمهل ولا يهمل، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سيداتي سادتي، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر لكم اهتمامكم وتواصلكم معنا طيلة بث ديوان المظالم. كل الامتنان أيضا لجنود خفاء هذا البرنامج من مصورين وتقنيين وفنيين المتواجدين حاليا خلف الكواليس، والذين لولا جهودهم وحرصهم على تقديم هذا العمل في أبهى صورة لما تمكننا من دخول بيوتكم مشاهدين الكرام في الموعد. أخيراً وليس آخراً أهنيكم مسبقاً سيداتي سادتي بحلول شهر البركة، وأدعوكم لمتابعة برمجتنا الرمضانية والتي نرجو من الله أن تنال إعجابكم وتلبي كل الأذواق. دمتم أوفياء لقناة القلم، وإلى اللقاء.